في إطار الحملات التحسيس اللي كتقوم بها وكالة الحوض المائي لأبير قراق والشاوية، كتخدم حتى مع بعض الشركاء بحال الناس ديال ليدك مثلا. غير في السنة الماضية درنا واحد الأسبوع ديال أقسام الماء اللي كتنظمه وكالة الحوض المائي منذ سنة 2014، وبهذه المناسبة كنشكر ليدك والمسؤولين على التواصل والتحسيس بهذه المؤسسة، لأنهم كيكونوا في جنبنا في الحملات التحسيسية اللي كتقوم بها وكالة الحوض المائي لأبير قراق والشاوية. هذا اللقاء هذا كان على شكل واحد التقاسم الخبرات العلمية والعملية مع ممثل شركة ليدك، وهذا شيء جميل جدا، لأن من الأهداف ديالنا كأكاديمية مع الشركاء ديالنا هو أن يتم هناك تحسيس بشكل مباشر مع جميع المكونين المؤسسات التعليمية. إذن الشعار ديالنا هذا العام هو جميعا للمحافظة على الماء، ويكون عندنا واحد العمل متميز وجيد. يمكن لنا الشرف الحضور في واحد منطقة اللي انضمته جمعية مدرسي علوم الحيط والأرض في إطار اليوم العربي للبيئة. كانت فرصة باش نعرضوا لي بروجي ديال ليديك في الماتيير ديال التريتمون ديال لي زو اوزي و لا ريوتيليزاسيون و لا بروتيكسيون ديال لانفيرونمون والحفاظ على المياه الصالحة للشرب.